قصف النار حليب. نصر صار. شرايك بس؟ شرايك بس؟ معكم عبد الملك او لابو او وصالح يا اخي. شو السالفه؟ صالح تغير اسمه يقولون لك لا. كيف مقدمه اليوتيوبرز؟ صار زيكم الحين ها؟ يا اخي اصبر، صوت اللعبه عالي. طيب يا شباب، للاسف تعذر الحال اني انا اجيب عزوز، فجبت ولد خالتي. تعويض يعني. ايه تبديل يعني صراحه. طبعا يا شباب الزين بعد عبد الملك. طبعا الزين مع بلان بي، يعني بلان اي كان عزوز، انا بلان اي لا لا بس اصبر. لا لا عزوز عزوز اصلا بزر يعني مواليد 2000 يعني صراحه. انا وياك مواليد التسعينات. ها لا بتراضيني يعني. خلاص جرحك وصل. ها جرحك وصل. شوف شلون يا اخي، خلوه يدخل اول شيء والله صراحه قاعد يطول. ها مشكله متصل بالنت الجوال صراحه. اي على فكره شباب، انا للان بالقصيم، انا الان بالقصيم، والمكان اللي قاعد اصور فيه هو نفسه المكان اللي صورت فيه الحلقه الثانيه. طبعا عبد الملك له ذكريات مع كراش على فكره، فله خبره. طبعا ان شاء الله عليه صالح يلعب واجد، بس انا لي سنين ومين ما لعبت سوني، فبتشوفون واحد ما يعرف يلعب. فلا ادري ايش اسوي. مالك مالك وش اللي ينقز؟ اصبر اصبر وش اللي ينقز؟ تستهبل انت تستهبل. تتذكر داش كنا نسميه؟ لا يا اخي الاشكال قديمه. ايه معليش معليش معليش، لما سالتني هالسؤال برتقال الحين موجود؟ موجود الحين. شوفوا اي بس مو موجود باللعبه دي. بس هذا تتذكر ايش كنا نسميه؟ في تسميه يعني حنا يعني شو اسمه اعتمدناه لما كنا حنا كلنا مجتمعين مع بعض. انا اتذكر انه في اسم بس جبن. ايش تتذكره؟ ها زيد يا اخي زيد. لا بس ما تتذكر كنا نسميه جبن يعني كذا. اتذكر له اسم، له شيء. ايه. بس ما اتذكر وش كان الاسم. جبن كرافت. جبن كرافت صح ولا لا؟ صح. يا شباب هو حضر حدث التسميه الرسميه لجبن كرافت يعني صراحه. ترى على فكره يعني يعرفون ان متابعين اسمه جبن كرافت يعني. اوكي على فكره انت ممكن الى الحين تحسب هذا اسمه تفاح صح ولا لا؟ ها تفاح. اي وجل وشو وامبا دي اسمها. اوكي خلها تفاح. طيب خلينا نكمل الجيم هذا على التفاح. اي لا لا شوف شوف لا 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 وامبا وامبا هم متعودين خلاص وامبا متابعيني. افرغ مع الاعذروني يا شباب من التفاح. شوف 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 بس الحين نتعلم. يا لا لا الليل هذا ايش يبي؟ شفت المنصه هذه ليش انا اخليها لونها ازرق؟ اوكي لانه يعني بالضعف نقاط الوامبا اللي انا اجمعها واللي اسمه تفاح. اوكي اوكي شباب خلونا نسميه تفاح يعني علشان عبد الملك صراحه متعود على الاسم ذا. اسمع عليك هذه فوق النار. عبد الملك والله صراحه يا شباب يعني عارف كراش بس كراش القديم الاجزاء الجديده يعني عارف وكل خط واحد عارف هذا اوكا اوكا. انت سمعت يقول اوكا اوكا صح؟ ايه اوكا اوكا هذا تعرف وشو؟ لا للاسف. تذكر اللي كنا نسميه برتقال حق الاشرار؟ ايوه هذا هو. اي شوفوا هذا هو هذا هو. والله يا عيال اللعبه مره تطورت صراحه. اي لا تغير تغير اشياء واجد. انا قلت لكم يا شباب يعني عبد الملك حق كراش هذا القديم يعني الاشياء القديمه حق كراش بس الجديد ما لحق عليها. انا من بعد سوني 2 اعتزلت سوني خلاص كامل. بعد شوي بتشوفون شوف شلون شوف والله يا هذول تعسين المشكله. اوه انا نسيت الهدف اللي عندي والله صراحه يا شباب اللي كنت انا قدامه بس يلا مو مشكله عاد. المهم انا ترى قاعد يعني على فكره اللعبه انا قاعد الحين اجمع وامبا او تفاح خلينا نقول تفاح عشان ما يصير صعب عليك بعدين ابخزنها انا بالبنك.
هنا خزنها يعني بالبكس ما حد يقدر يسويها كذا. ايه شف اذا انا خزنتها شف الشريط الشريط اللي فوق يزود واذا زاد يعني كامل خلاص اوكي. اذا زاد كامل يعني خلاص انا بفوز بس هم الظاهرهم يزود بزود حقهم قبل الظاهر صار مؤكد هذا نزلت هنا هذه كبيرة عندي نزلت هنا نزلت عند البنك حقهم عشان ما يقدرون يعبون. اه لا 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 جبت العيد الهزيمة تلو انا خسرت فحوني ارض لك حبيبي. لا لا مت مت انا بس الحين خلاص وصل فريق الاعداء على ما يخلص ما يخلص الجيم الا اذا خسرتم خسرتم والله والله خسرتم والله يضارني كنت ما تعلمت من الجيم ذا حد البداية ذي شباب انا قلت اول جيم انا بعلمك على اللعب وزي كذا بس بداية يا ساتر يا خسارة شوف شلون 2000 جمعوا احنا 478 انا قايل الحين جاي داخل مع واحد محترف وامبا ها اخر شيء يلا اوكي يا لا 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 ولا بديت بالهدف حقي صراحة اصبر 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 خلنا ندور بس ناس نوب عشان اعلمك في نستغلهم هاس احنا ما نلعب الا مع محترفين لو ها نلعب مع محترفين حنا ذوي الخبرة السابقة حنا شوف المحترفين شو يسوون تفضل تعلمني وش اللي يكسر كراتين تفضل علمني وش اللي يكسر كراتين وش اللي ينقز مربع اللي ينقز ايش يعني اقولك ها يا سلكت اللي ينقز والله سلكت ندري عنك والله يلا اختار بس ها يلا لا ما نبي هذه هذول ما تبي تبي مين اجل ارجع 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 بعد زيادة تبي مين لا لا تقولي كراش لا تقولي كراش لا تقولي كراش ليه يا اخي ما جابوا الدربة تبانا كلهم يختارون كراش اختار شخصية ثانية جبنا كرافت جبنا كرافت ايه خلوا جبنا كرافت بس اصبر 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 ولا تدري خلوا راسه مدبر خلوا راسه مدبر بالقبعة ذي اختار السلاح خل خل هذا اوه شف جزيرة انسانتي جزيرة انسانتي اوكي ما يعرف عبد الملك وش جزيرة الجنون لا هذا اي شاطئ الجنون بس وين المرحلة هذه بجزيرة انسانتي تذكر الجزء الاول لما كراش يصير كذا على الشاطئ ايوه ها اللي باول مرحلة ايه ترى هذا هي ثلاثة اثنان طيب قرب المايك بس صوت مالك مالك صوتي واضح طب ليش هم مرة سريعين كذا عبد الملك ترى اللي يلعب ايش عارفه من طلبه اصبر 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 يلا كان في دبل اوه حول خنزير حول خنزير فهد طيب اخر عني اخر ترى شوف 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 لعلمك اصل فريق الاهلي بعض المتابعين يجون يدخلون يعني معي فجاه ويشوفون اليوزر حقي ويحسبون انا ويحسبون يعني مرات انا اللي العب وبالتالي يعني هاجمك علشان يعني يشوف يعني كذا طب شلون اكسر مربع اللي يكسر وراه طار ما تلعب الا واحد اصل فريق الاهلي ما علمتني انت ما علمتني صح اول جيم خسران طيب راح يمين وش اللي يخسر فريق وامبا راحت منك بانك وامبا اضافي متوسط ما يعرف يسمع ما يعرف يسمع شباب معليش انا اسف والله صراحه معليش فتره تعزيز هو اصبر اصبر الحين شوف حظ المبتدئين ها شوف 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 يا الله المشكله ترى يعني مع نفس الناس اللي انا انهزمت طيب رحله البنك رحله البنك اوه كيف لا 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 اصبر اطيح 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 يا لا لا جمعت 30 انت ضيعتهم الحين تعزيز فريق ما شوف شوف دقيقه وين البنك البنك حق هذا العلمين لازم انت خلاص 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 التفاح الحين معلش يا شباب انا ادري ان في بعضكم يزعل لما يسمع كلمة تفاح بس هو متعود على ذا شو اسوي طيب بعدين ما تضغط هنا اي الحين خلاص يا اخي والله انك انت المشكلة يعني انت الحين المشكلة اساسا يعني جمعت اكثر مني حصل فريق الاعداء عجيب اي والله انا وصلت 400 وما ادري كم انت 731 حظ المبتدئين يا صالح شلون؟ حظ المبتدئين اي ويمكن انا اعرف العب احسن منك يعني بعد هذا ما ادري والله يمكن هذه مهارات مخفيه عندك والله صراحه طيب الحين وين اروح؟ ايوه خلاص خليك 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 هنا خليك ما خير
الله عندهم مضاعفة هم يعني 40%. والله وصل ألف. شو طقه ذا؟ الهزيمة تقدر يا أخي اطلع. شباب والله لا. والله جمع أكثر من. فترة تعزيز فريق الأعداء. الحارس الغاز موكسي جاء. إيش يصير هنا؟ أوكي. أضغط مثلث. أضغط مثلث. إيه. نزل. بنكوامبا إضافي معاد. يا لا لا. فعلوا بنكوامبا. إيش سوي هذا؟ هذا البنك حقهم اتركوه. خلاص خلاص كسبت كسبت. حققت اكثر منك ولا؟ والله بصراحة اي. اوه هذا اللي بيه. يا عيني. سكن جديد طلعته. اوكي. خلنا نختار الصحة يا شباب نغير شوي. يا رب يا رب. لا اصبروا ابغى ما ابغى ما ابغى يلا 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 مو مشكله مو مشكله مو مشكله وادي مخاطر يا اخي. السلاح اللي هنا موجود. اوه اوكي اوكي لا لا بس هذه ساعدني اطلع الهدف الثاني يا شباب اللي هي اخر قوه باقيه. 3 2 1 شجون. يلا صالح كلنا معاك. اوكي ممكن يا احتمالك انت ما تعرف هذه اللي انا العبها بس ممكن تجيك صدمة لو أقولك مني. من هي؟ هذه أنا ألعبها ممكن ما تعرفها بس لو قلتك مني بالضبط ممكن تتفاجأ. وصل فريق الأهداف. أنا شاك بوحدة. ها؟ لا 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 ما هي بكراش. فريقكم الوامبا من. أتذكر كراش الأول صح؟ إيه. تذكر يعني المكان اللي نروح له اللي هو البونص تطلع يعني. مرة بالنهاية كنا نحسبها يعني أم كراش ولا حبيبته وما أدري إيش. وصل فريق الأعداء على كراش. أوه. اخترته صح؟ جدا. إيه. أوكي أوكي. أنا ما حصلنا على تعزيز للآن. وصل فريق الأعداء على تعزيز. أوكي أنا طبعاً شباب ما راح أركز على الفوز عندي هذا. أراد الأدوية جاهز. صحن أوكسيد الطائر متوفر. يا الله. علشان في هدف أنا عندي. أوكي. في هدف أنا عندي إني بفتح القوات هذه خاصة عندي. أوه تحتاج 5 هذه مشكلة يا الله. طيب طيب يلا يلا أنا بس نركز على الفوز الحين. قطعت نصف المسافة للخسارة. يا لا 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 أنا من يوم جبت عبد الملك وأنا قاعد أخسر. الحلقة الماضية كنت أفوز. هزيمة تلوح في شكلك. انتهت فترة تعزيز فريق الأعداء. افقع الفقعة يا رجل. الفقعة يا رجل. تعال منكم. يلا يلا عبد الملك خلاص انت انهزمت. انا بجي الحين. انا انت اللي انهزمت مو انا اللي شدوه. يا اخي اسكت اسكت انت تروح بقصة. لا وش شو سمعتي وانا اول مرة اكلمه. هذا الحين بلعب انا الجيم الثالث. بس 3 2 1 شجار الأبطال. إيه؟ لا هجوم علي على طول. أوكي. لما وصلت 4 بعد لي أنا بستة. أفرغ فريق الأعداء الوامبا في المنصة. حصل فريقك على تعزيز. حصل فريق الأعداء على تعزيز. ما مشكلة خلوهم يحصلون تعزيز كيف. هدف ثاني. اوكي. انا يا شباب هدفي الحين بفعل دي. يا اخي دور معي يا عبد الملك تقعد تطالع كذا. اوكا اوكا ما اعرف ايش قاعد تسوي. ادور القطع الاثريه دي المفاتيح. يا لا 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 اخذهم. وين برتقال من زمان ما شفتها. برتقال ضارب اللعب يعني في اللعبه. وصل فريق الاعداء على تعزيز. يعني بالبيت ما انتهت فتره تعزيز فريقك. يا اخي وخر يا اخي وخر. يا لا 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 عدل ارمي عليك عبد الملك. براد الادويه جاهز. عبد الملك دب. اوه وش المكان في 3 هنا. ها ايه 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 هذا مليان. قطعت نصف المسافة للخسارة. خلنا نخسر. طقاك انا اهم شيء افوز بالتحدي اللي انا ابغاه.
اوكي لا الله خلاص هذا فعلته انتهت فترة تعزيز فريق الأعداء فصف اللافا متوفر يلا المشكلة بالحلقة الثانية كانوا في ناس نوب بس هنا قاعد شباب ترى عبد الملك وديلا مو بنا كان ثاني مرة ترى ترى القابل قبلها يا شباب اصلا كان هدفي انا شيء ثاني انا اصلا كان هدفي شيء ثاني اوكي ان شاء الله انه يعني محسوب لانه لازم اسويه مرتين الظاهر انت يا عبد الملك ما فهمت الهدف اللي انا بيه والله انا قاعد اشوف تجمع الصليب و تحطه بالحفره اوه اوكي ثلاثة يعني خلاص انا انجزت التحدي اللي بيه طلعت القوه الاخيره ثلاثة هذا ترى يا سلام اي هذا اللي بيه مخزون الوامبا يا سلام طلعته كفك بس حمل لفك طيب اوكي والله خفت انك تقول حمار لفك لا لا انا محترم انا محترم ما اسوي هالحركات اعطني انت دوري ها اعطني دوري اوكي انا اصلا ما لعبت يا شباب على فكره يعني تقصد تلعب يعني ثاني يعني صراحه ايه. صحيح ما كنت انا العب صحيح انت الحين اللي بتجرب الحين صالح يلعب يا هل يلا 3 2 خذ العب انت لا خلنا مره انا مره انت المشكله ترى ما في فيس كام يعني ما يدرون والله عشان كذا تستغل المواقف ايه اوكي هذا هذول شكلهم مختلفين صراحه خلوا هلين نشوف هذا دائره الحرب كامل والله اصل فريقك على تعزيز بسم الله انك كفو دفعت عن التعزيز ترى ما يدري يا شباب وش لا ادري وش قاعد اسوي انا بس ما عليك والله ما ادري عن شيء بس خليكم معي والله اني دائما صدق من الاساس طيب روح البنك بدل ما عندك تعزيز من الاساس شوف عندك مضاعفة 40% بتشوفها استغلها ذي طيب يلا يس اوه كويس القوة اللي عندك الوامبا بنك الوامبا قوة الثلاجة متوفر طيب يلا يلا ارجع هناك خزن رايك باللعب اضغط ار2 يا ملك اضغط ار2 انتهت فترة تعزيز ما جمعت الخمسة ليش تحط يعني وامبا زيادة؟ ما ادري ها طب هذا وش تسوي ساعدوني هذه؟ ما عليك منه هذا على طقة؟ لا تقول جمع بس اسمع عليك منه شباب اللي قاعد يهاجم اللي قاعد يهاجم احس اني انا يعني بيطلع ترى مو انا هذا هذا عبد الملك والله ترى مرات يجون في ناس تشوف يكتشفون يعني انا العب اونلاين يشوفون يعني كذا داخل يجون يهاجمون علي ليش؟ علشان يطلعون بالفيديو يشوفون يعني كيف انا فعلت يعني كذا ها اوكي رح البنك حقك طلع الحبل اضغط ار2 هذا اضغط ار2 ما علمني هالحركات من اول طيب الحين عدلت الحق والله بيفوز ياتي فريق الممرض لكن هذا انتهت فتره هج حاولت اجلده والله ايه ترى هذا شو اسمه بس والله متقدم انت الحين اضرب مثلث الحين طوها عندك راح جمع وامبا جمع الصناديق كسرهم شوف يمينك عندك صناديق هناك فوق بعد طيب يلا يا الله رح خزن لازم اللعب يكون على روقان يا صالح ما لا المشكلة هم كانوا يعني حصل فريق الأعداء على تعزيز ولا جنب التعزيز طيب أنا ما أدري والله شو تسوي يا شباب الوامبا أوه وامبا زيادة تعطيك 100 رح خزن وامبا زيادة كيف هذا الآن؟ ما حد بغي يطيح يا شباب يتقدم والد مخزون الوامبا جاهز قولك خزن اضرب مثلث يا شباب ترى عبد الملك ما يدري انه هو قاعد يفوز فريقه هذه بركة بر الوالدين ايه
انتهت فترة تعزيز فريق الأعداء. النتيجة يطلع بهز للغاية. يا شباب ترى هو ما يدري ان الوامبا القوة اللي عنده ترى سووا تعمية وامبا. حصل فريقك على تعزيز. والله عندك تعزيز. رح ارجع رح ارجع. سحقكم فريق الأعداء بجمع النقاط. النتيجة متقاربة جدا. طب هذا وش سوي هالدف هذا؟ لين يروح ارجع 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 يلوح في الافق بس بس الحين خلص 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 يا عبد الملك عادي ادخل عادي عادي ادخل 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 فريقكم يتولى الصدارة. وايد ايش رايك ايش رايك اقول لك يا اخي امسك امسك العب وارهم لعبك امسك شلون العب يلا فوز يلا يا شباب يلا شوف 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 المستوى شوف المستوى ترى شوف 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 اول واحد عليهم كلهم المشكله انت مو بالافضليه لك الافضليه لا شوف يعني شفت اللي البرتقالي هذا يعني هذا انت اللي احسن شيء فيه انت اللي فوق مو يعني انت اللي اول واحد لا بس انت اللي فوق يعني ترتيب بس ما عليك انا لكن شوف ما تبقى احسن شيء باي شيء ضبطت اكثر منك عموما بس يعني. انت كنت الورقه الرابحه لانك انت اللي خزنت اخر وامب وفوز اشكرك اشكرك شفتوا يا الحظ المبتدئين وش اللي ينقص سام فوق لا لا خلني خلني انا افقد انا تعليماتك انت علمت الحين اللي ينقص اكس وهذا ولا يعني خلنا نشوف يعني تعليماتك ينقص سام فوق ها سام فوق سام فوق والله شوف شلون انا الحين اذا خسرت يعني انا يعني ما تعلمت زين تعرف ايش معنى سنسي ولا لا طيب قل لا قل لا عادي يعني قاعد اكل حلويات انت والله زي عزوز انت والله زي عزوز يعني صراحه يقعد اقعد اسال سؤال يعني يقعد يهز براسه كذا يعني صراحه قول ما في اسكان في حلاوه اوكي انا الحلاوه 3-2-1 شجار الابطال سنسي معناه معلم ما تكتاكو يا اخي ملك اوكي خلاص يا شباب هذا من احد اي يحزك يا اخي حصل فريق الاعداء على تعزيز حصل فريقك على تعزيز افرغ فريقك في المنصه وين البنك وين البنك يا عبد الملك سيده سيده قدامك قدامك شوف اسالني اسالني باي وقت جاوب شكرا يا معلمي علمتني ها هاي هذا قاعد اصبر هذا قاعد اصلا اسوي شيء هذا عدوي قاعد اصلا صحن اوكسايد الطائر متوفر سلام الى الان تعزيز موجود حلو انتهت فتره تعزيز فريق الاعداء سلام سلام انتهت فتره تعزيز فريق واو تعليماتك يا عبد الملك شوف شلون ما بدنا حاضرين شوف شوف شلون شوف شلون والله قدمت انا انا قاعد اضغط صن فوق الحين عشان قاعد انقص والله شو هذا اللي وراك شلون اهج عنه علمني شو علمني شلون اهج عنه ذا ارتو انا شو هذا بدي وش اسوي ارتو ارتو انا متاكد انه صفر بدي وش جرب اضغط ارتو شوف ارتو طلع جدار شفت اقول لك خليه يسكح اي يا اخي انا لعبي مبني على خبره اوكي صحيح مبني على خبره مو سلام حصل فريقك على تعزيز مخزون الوامبا جاهز جمع حصل فريق الوامبا على تعزيز وامبا صح؟ وامبا هي اسمه وامبا فاكهة خيالية مصطلح تذكر اختلف العلماء يعني من الأصغار واحد يسميه حد واحد يسميه حداف لأنه مكتوب يعني حداف لحد كان في واحد يسميه خوف في ناس يسمونه يعني في ناس يسمونه مانكا يتذكر هي صح فالعلماء اختلفوا من ناحية دي أساس ايش رايك باللي يشوف يعني خوياي يكون قدامه ولا يسوي شيء شو عيال صالح ما يسمعني الحين عايز زوري ها نكتبوا له بالكومنتات تحت الملك انا بس منك هذا المطلوب انك ما تدري ايش قاعد اقول تعزيز فريق الاعداء
سر بيني وبين المتابعين، ما لك علاقه فيه. طيب بعرف انا بالإدت عادي. طبعا ال يلا صح يا انت ما تفقد ها. فريقكم متقدم كثيرا. لا لا تعليماتك يا يا سنسي عبد الملك. ابد بالخدمه بالخدمه، بالكومنتات بردون عليك ان شاء الله. ما عليك شلون؟ سلامتك. خلاص يا شباب، اي واحد يعني ما يعرف لا كراش تيم رامبل يراسل عبد الملك يعني كنا ينجز وسنفورد موبكس. تهرب من اي عدو اضغط على طول. جدار طاقة حليف. هو حق الاقتصاد ما في عرسه الان. اخن فعل يعني لحظة في قوة هنا متفعلة من الاساس وانا من بدري. هذا حتى الشوارع. اوكي. عاجب انت كلاب تشوفه جاء. اوه خوية. حصل فريق الاعداء على خوية بغى تذبحه. حصل فريق على تعزيز. النصر يلوح في الافق. موجع الوامبا للفوز. سلم علي. سلم بسرعة ان شاء الله عليك. كفو. كفو. طيب بناخذ. اختار هذا بناخذ. هذا التمساح. اوكي. سأل. طيب غير السكن حقه يعني غير الاشياء. خله هذه رهيبه والله، هذه رهيبه يا اخي. زود الوان بعد. ما تذكرنا كان في واحد يعني ما تقول لي هذا السلحفات. وش السلحفات اللي من ظهره كذا في زي السلحفات هذاك؟ تمساح يعني. هذا هو. طيب هذا هو. أوه. اللي طلعناه عرفته؟ اللي طلعناه هذا هو ترى. شوف اي والله. اصبر اصبر اصبر، وش اللي مركب على ظهره وانت هذا؟ هذه يعني نفثات. خلو هذا. هذه انت بغيت تشيل. اذا خسرت صالح قاعد يدخل بالسكن حقي. ها؟ اشيل الكاب تبيه؟ لا الكاب هي مصدر القوة. طيب اوكي، تبغى هذه خليه؟ لا حط له دبدوب. طيب نبي نسميها الدبدوب باسم صالح. اقترحوا علينا يا عيال بالكومنتات. عبد الملك سموه. يلا قصها هذه. ها؟ والله بخليها ما نبقى قصة. اسمع ركز على تجميع المفاتيح. ترى تجميع المفاتيح هنا مرة سهل، بيعطيك قوة رهيبة، بيعطيك هذا اوكا اوكا. وعشان اترجم لك مرتك الشرير. شجار الابطال. جمع المفاتيح ركز على تجميع المفاتيح. والله نصيحة، ركز على تجميع المفاتيح. هذا ثقيل. جمع المفاتيح. اوكي تضرب انت. أصل فريقك على تعزيز. أصل فريق الأعداء على تعزيز. والله كفو. تراك انت تدري انك انت تدري انك يعني ايش اسمه تعزيز حقهم؟ اي خربت. لا حقكم انتم. لا ليش عبد الملك ضيعت المفاتيح؟ اقدر اقول لكم ثانيه. اوكا اوكا راح هنا خلصنا من هنا. طيب فريقكم متقدم كثيرا. ترى متقدمين انتم مواجد. جمع المفاتيح. جمع المفاتيح. اترك. هل يا اخي انتهت لا فترة؟ انا باك فعل وكوكا. انتهت فترة تعزيز فريق الاعداء. انا بيك فعل وكوكا وريك القوة حقته. راح جمع المفاتيح. خلاص انت هذا البسطات. طيب خلاص حط الوامبا. مدام انك انت قادر تجمع المفاتيح راح حط الوامبا. بس احطه بالبنك. جمع زود. خلاص انت جمعت 110، ما تقدر تجمع اكثر من كذا. اوه ايه 110 مو 220، 110. هات الجزمه. هات الجزمه حمش حافي. الملك هلا، شو اخبارك؟ والله سمعت شيء؟ مسافه النص. قصف اللافا متوقع. الحمد لله احنا ضربك المسافه. مخزون الوامبا جاهز. قاعد اطقه ذبحته. اوكي خلاص حطيته. انت ايش قلت انا؟ ايه اقول لك انت عندك 110 مو 220، 110. طب اقصد شيء الجمعه كم؟
والله فيك تاكل يا عبد الملك مخك. وصل فريقك. هاودي اشرح لك. ركز بالجيم انا ما نب معك. خلاص خلاص. حط مثلث مثلث. عشان تفعل الوامبا. اوكا اوكا حليم. او ماي جاد فعل اوكا اوكا. شوف شوف اصبر خليك في الوجه خليك في الوجه اصبر فريق الاعداء. لا خل الكاميرا عليه. شوف عليه. اوه شوف عليه. النص ها اوكا اوكا الشرير بقى. خسر الوامبا. حصل فريقك على تعزيز. خسر يسار هذا هنا. قصف لارفا حليب. قصر صار. شو رايك بس. 2900 امسك. المشكلة شوف. انت تدري لما انا جي اسجل مع زوز مرات اجيب العيد واجد. اقعد يعني احطه فيه السبب عزوز زي كذا. بس انت الوضع اختلف. محترف ولا مش محترف؟ يعني انا للحين ما خسرت الا بجيم واحد ترى. انا حسيت بجديتك بالكلام لما انت قلت يعني انا ما العب الا محترف الا صحيح. الحين انا تعلمت منك. تبي اعلمك ولا تبتلى الحين؟ لا خليك انا يعني بدايه تعلم منك. المره يسار يا اخي انا متعود انه السليمين البنك حقنا. افرغ فريقكم الوامبا في المنصه. طيب يلا انا ما مركز لا على المفاتيح ولا اي شيء بس جمع وامبا وعلى طول خزن. طبعا انا اللي اعطيته التعليمات انه يركز على الوامبا وبس. حصل فريقك على تعزيز. مشكلة هذا على يعني... التفاح وبس. اوكي. والله بدينا نتقدم. تعليماتي. حصل فريقك على تعزيز. طبعا يا شباب لان في جيم الظاهر انا بقصه بالمونتاج لانه طلع يعني كذا مره هدوء بس كان قاعد يقولي من جد عبد الملك ركز على الوامبا لا تجمع المفاتيح. الوامبا اضافيه متوفره. اتوقع ان هذا الاساس اللعبه صح ولا لا؟ والله اتوقع من البوت اللي معانا والله صراحه النوب اللي معانا هذه ضدنا. اي زين قوي هناك. المفاتيح نجمعها على طريقنا مو بيعني ركز عليه. شوف ترى كل هذا راح المفاتيح. فريقكم متقدم كثيرا. قطعنا المسافة للنص. انتهت فترة تعزيز فريقك. مخزون الوامبا جاهز. يلا فعلت مخزون الوامبا. والله شوف شلون نوب يا اخي لا يدافع لا يهاجمون علينا ولا شيء. اتمنى ان الوامبا تتفاعل انا عندي. يا الله حلو وقفت نفسي انا. بس حط البطل اللي عندك اصبر تعزيز يعني شو اسمه تعزيز تفعل. الحمد لله. بنك الوامبا بنك الوامبا الاضافي موجود. النصر يلوح في الافق. اوكي تسعة باقي تسعة مفاتيح تسعة قطع ثرية علشان افعل بنك الوامبا الاضافي. عبد الملك شو تسوي بنك الوامبا الاضافي؟ انت الوامبا والله ما ادري بس اسمع شكل شيء يفوزك ما ادري وش يعني المعلم زي كذا. لا اعلمك كيف تفوز بس ما اعلمك وش تجي تستخدمه. اوقع الوامبا الفوز انتهت فترة تعزيز فريقك. خزنها يا صالح. ها وش اخزن؟ تفاحات اللي وياك ما عليك تخزن الحين. ها بنك وامبا اضافي حليب. خزن هنا. ايه تعليماتك. الله يعطينا العافية. الله يعافين. يا الله شكرا يا سلسي. كان جيم جميل للأسف يا شباب. بتشوفون خسارات فادحة لما تنزل اللعبة كاملة كلها صالح. انا ما خسرت الا الان جيم واحد فقط يا شباب. كل مبروك. لا لا قاعد يخسر واجد. اطلع بس اقولها جيم واحد هو بس يخسر يهايط علي بكراش. لا انت صار قاعد يضرب ولا حد شنضيف ولا حد شيء. يلا يا ما بي اسمع سلام. ها عطى جوالي عطى الحلال. اي لا طبقني يا جاسم. والله حسبت جوالي انا اسوي بس. يلا ما لا شباب.
طيب.